نروح إلى محلة الشرقية في الكوت مع ابتسام الصافي. أحبتي المشاهدين أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم، نتجول معكم اليوم في منطقتنا، عندما تدخل إليها تأخذك الذكريات إلى إحدى المناطق التي عاصرت التاريخ. الشرقية تعد من أقدم المناطق في مدينة الكوت التي عاصرت الصراع العثماني الإنجليزي والذي ترك أثره الواضح على خارطة المنطقة، وكانت تحتوي على خان ينام فيه المسافرون أثناء تنقلهم عبر النهر الذي يعد ميناء مهما لنقل البضائع والمسافرين آنذاك. تضم المنطقة عددا من المحلات كمحلة الجمعية والداودية والجديدة ومحلة سيد حسين التي تمتاز بعبقها الروحاني، حيث كانت وما زالت مركزا للمواكب الحسينية في مدينة الكوت. ظلت الشرقية محافظة على هويتها وحضورها وبصمتها من خلال بيوتاتها القديمة وأناسها الطيبين. تتمتع بغنى جمالي وروحي متأصل داخل بيوتاتها، فنسجت هويتها عبر تنوعها الديني والعرقي، فمن منا لا يملك ذكرى قصة رواها له الآباء والأجداد عن أصالة هذه المنطقة، فاستطاع أهلها إيجاد مساحة للتعايش فيما بينهم تجسد قوة العلاقة والترابط الاجتماعي والأسري بين مكونات هذه المنطقة. ملامح شاهدة على عراقة هذا المكان، نابض بروح ساكنيه الذين يجمعهم تاريخ ومصير مشترك، فما زالت الشرقية شاخصة تصارع أمواج التغيير التي طالت بعض معالمها في الآونة الأخيرة. من محافظة وسط لبرنامج محطات ابتسام الصافي.